أزال الجيفوي على إنستغرام النقاب عن أشهر النصابين من المشاهير والمؤثرين عبر حساباتهم الخاصة، حيث يشترط منظم المسابقة على كل راغب في المشاركة دفع مبلغ مالي يختلف من منظم لآخر، وقد يصل إلى 3000 درهم، على أن يستفيد المشترك من فرصة لرفع عدد متتبعي حسابه على إنستغرام. وحتى يتحقق ذلك، يعرض منظم المسابقة على متتبعيه جوائز مهمة للفوز، شريطة أن يقوم كل متتبع يرغب في الفوز بإحدى الجوائز المعروضة أن يقنع 5 أشخاص بالاشتراك في حسابات الأشخاص الذين دفعوا المبلغ المالي المحدد من طرف منظم المسابقة. ولعل دليل النصب يظهر جليا في قيمة الجوائز المعروضة في المسابقة التي لا تكاد تصل لربع المبالغ التي ساهم بها المشاركين، ففرضا إذا كانت قيمة الاشتراك هي 1500 درهم وعدد المشاركين هو 100 مثلا، علما أنه يكون في غالب الأحيان مضاعفا، فإن مجموع المبالغ المحصل عليها هو 150,000 درهم. وهذا لن ينفي بأن هناك مسابقات سجلت 64 مليون وأحيانا أكثر، الأمر الذي جرى على منظمي هذه المسابقات تهما تتعلق بالنصب لأنهم يجنون مبالغ ضخمة مقارنة مع قيمة الجوائز التي قد لا تتعدى ربع المبلغ المحصل عليه من التجارة المزينة بمصطلح giveaway. سيتساءل البعض، ماذا سيجني دافع هذه المبالغ من هذه المسابقة؟ الجواب هو أن الكل يرغب في رفع عدد متتبعيه حتى يصبح حسابه مشهور، وبالتالي يصبح مؤثرا يحصل على إشهارات تضخ في جيبه أموالا طائلة.